تفاصيل مصرع الدكتورة سميرة عزت في حادث مسعف شركة أدوية بمدينة 6 أكتوبر. كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة كواليس مصرع الدكتورة سميرة عزت الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية خلال عملها بإحدى شركات الأدوية من مدينة 6 أكتوبر، حيث تبين إنها خلال محاولتها ركوب مصعد الشركة فوجئت بيه معطل، فتم الاستعانة بعامل الصيانة الخاص بالمصعد واللي أكد لها إنه تم إصلاح العطل، حيث دخل إلى كابينة المصعد وطلب منها الدخول، وخلال استغلالها المصعد تحركت الكابينة فجأة مما أسفر عن اصطدامها بالحائط تلقى مصرعها متأثرة بإصابات لحقت بها. كشفت تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الشرطة 2 أكتوبر أن عامل الصيانة أصيب في إيده نتيجة محاولته إيقاف المصعد، وتم ضبط العامل للتحقيق معه وتم تشكيل لجنة فنية لفحص المصعد وتحديد سبب الحادث. تلقى قسم الشرطة 2 أكتوبر بلاغ من مصرع الدكتورة سميرة عزت الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية أثناء عملها بإحدى شركات الأدوية الشهيرة. انتقل المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الشرطة 2 أكتوبر لمكان الحادث وتبين أن الضحية خلال محاولتها استقلال المصعد تحرك بها مما أسفر عن مصرعها. تم ضبط عامل الصيانة المسؤول عن المصعد والاستماع على أقوال عدد من العاملين بالشركة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مباشرة النيابة المختصة. التحية.